اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ورحبوا بكم اجمل ترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي لنقل يوميات مواطنينا الاحبه في بغداد، وتحديدا اليوم بجسر دياله، واحده من مناطق بغداد او اطراف بغداد تعتبر من الجانب بصراحه من الجانب الخدمي اطراف بغداد منتهي هذا من نقطه راس سطر، لانه بصراحه اغلب الشغل اللي تسميه امانه بغداد هو داخل المدينه، وبصراحه كل بغداد نقدر نقول خدماتها متراجعه مو بالمستوى، الخدمات اللي تقدم للمواطن مو بالمستوى، هذا متفق عليه. زيارتنا للمنطقه اولا بصراحة احنا دائما نزور هالمناطق، هذه المناطق لها حق علينا، حتى اذا ما نقدم لهم الشيء يعني تواجدنا وياهم هو هذا خير داعم، ودائما احنا هم نسولف فيها وانا اسولف فيها بشكل مستمر عن قضية اهمال هذه المناطق، اهمال مواطنيها. الإهمال ما يتعلق بس بالتقديم خدمات أمانة بغداد مثلا، لا، أولا المدرسة ماكو، والمستوصف ماكو، والمستشفى ماكو، والطاقة الكهربائية ماكو، والمي الشرب ماكو، وهاي إذا ردنا نعددها لا والله للصبح نعدد بيهن ما يخلصن. كانت هذه المناطق الأطراف بيها لون من الزراعه، الفلح، الناس الفلح عايشه ومشيه وضحها، هسه النوبه حتى الميه ماكو، المي اللي الناس كانت عندها اهتمام بالزراعه وتريد تقدم شيء للزراعه هم وصل الى مستوى للاسف انتهت الزراعه، هاي وحده من الامور اذا اردنا نسولف فيها يعني. يعني تتعلق المشكلة أيضا بأطفالنا اللي لا مدارس، وشبابنا لا جامعات ولا فرصة العمل، وهي تجر القائمة وتطول. عموما احنا بسوق جسر ديالة، جسر ديالة معروف بصراحة لأنه منطقة شعبية، أسواقها محدودة، ناسها على قد حالهم ببساطة، مسواكم اكثر شيء من يكون قريب للزعفرانيه، هي المنطقه الاقرب لهم، سلمان باك مثلا، وهذه المناطق اللي حوالين اللي جسر دياله. انا حتى ما تعب الاخوان لانه انتظرني، الله يساعدك حبيبي. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبيبي بيكم من العائلات حبيبي. الله يدين ويحفظك حبيبي. ما قلت لك على الخدمات، قلت له احنا عندنا كل شيء بس الكهرباء. الخدمات نعم، مجاري، تبليط، بس عندنا نقص الكهرباء. الكهرباء عندنا نقص حيل، والمي نوبات. عندنا اي عندنا هاي سالفه المي شنو؟ المي يقول لك بين كل منطقه ساعتين ثلاثه يجيها. اي مي نوبات لا والله جيد جدا استاذ فرحان مدير المي، جيد مي ضخ 24 ساعه، نوبات لا يجي ماكو، او تعرف مثلا ان هذا منطقه كهرباء تشتغل واحد هو واحد. المنطقة جيدة ذيك المنطقة، فاحنا نريد هاي المستشفى ابن زهر اللي مهدمة صار لها سنين، هذا يصير مستشفى عامة تفيد قضاء المدائن، حتى الصويرة يجونها من هنا. قالوا استلمتها شركة ولحد الان ماكو. الشباب هنا احنا هواي عاطلين، شغل ماكو، شوف الناس قاعدة، يعني هاي مو حركة مال سوق. مو احنا نريد هالشباب هاي القاعدة، رواتب مال رعاية، الدولة تشوف عينها، بس هي الدولة تعبانة. جاي تشوف الوضع تعبان حيل. لا برلمان ولا حكومة، حل البرلمان هو الوحيد، إجراء انتخابات مبكرة. أهل المنطقة الآن واقفين بهذا الصوت؟ أهل المنطقة واقفين بالخضراء نايمين. كنا بالخضراء. سماحة السيد مقتدى الصدر، الله يحفظ السيد مقتدى الصدر، حط نداء طلعنا على الفاسدين. إحنا ما نريد فاسدين ولا نريد أحزاب، إحنا نريد حكومة للإنقاذ الوطني، للناس الباعدة، للفقرة. هاي الفقرة هسه قاعدين بالتجاوز، هاي الناس تكرم بالزبالة. ليش إحنا دولة أعظم دولة بالعالم، عظمة لله، مو زناقيل، دولة النفط وين؟ إحنا شو نريد؟ نريد الشباب هاي القاعدة. ذكرت إنه التظاهرات اللي صارت الآن في مجلس النواب، خلينا نسولف نقول إحنا هم بس جماعة التيار طالعين لو كل الشعب، كل الشعب، كل على الفاسدين، تغيير الفاسدين، يعني فلوس هونها ما
ماكو فلوس بالعراق وفلوس ابو المرور يقول انا كل اسبوع اسلم 4 مليارات وين هنا؟ مو شعب تعبان جوع، هاي شباب شوف ايش قد يبيع علاقه ليش؟ هذا اللي هو غير بدوله قاعد وانترنت وراتب مو صحيح، مدرسه زينه لا مستوصف براسه خير لا دواء براسه خير كل الاسف، مدارس تعبانه التربيه حيل يعني لا رحلات كل 70 واحد بصف وين صايره؟ والله انا سامع هنا حتى عندكم قضيه الكرفانات موجوده، طبعا هاي مشكله الكرفانات حتى ما تفاجئوني. اي كرفانات موجوده، كرفانات الحد الان موجوده، موجوده كمدارس على الجسر الجديد موجوده. احنا نريد يقول لنا احنا بمدارس ماكو لحد الان، واحنا نريد حكومه خاليه من الفساد وثوره الحسين موجوده ان شاء الله على الفاسدين. حبيبي اللهم تحياتي السلام حبيبي عمي الله يبارك فيك ويسلمك. شلونك شيخ؟ شلونك؟ شيخ بارك حبيبي. الله يبارك فيك. شلون صحتك؟ الله يسلمك. الله يديمك ويحفظك، سلم لنا يا طيب، سلم لنا يا حبيبي. جزاك الله خير. قضية احنا سولفنا على قضية مشكلة الطاقة الكهربائية مو فقط في جسر ديالى ولا في بغداد، كل العراق يعاني من مشكلة الطاقة الكهربائية اللي انصرفت لها مليارات الدولارات ولحد الآن كل شيء ما شفنا منها. والنقطة الثانية ذاك اليوم أنا خوش قرأت يعني منشور لمواطنينا لأنه من قد ما ملوا من موضوع الكهرباء فقالوا لو يسمونها وزارة المولدات أفضل، وهي واقعا أفضل لأنه على مدى 20 عام تقريبا بلدي عاني من كهرباء 20 سنة. تخيلوا 20 سنة وواحد ما يقدر يوفر لبلده ولشعبه الطاقة الكهربائية اللي هي واحدة من أهم الأمور اللي تقدم للمواطن على وجه الكرة الأرضية. هسه حتى القارات اللي ما عندهم أبدا لا أكل ولا شرب، تعرفون حتى ما نسميهم احتراما لإنسانيتهم، هم عندهم قضية الطاقة الكهربائية مستمرة. أيضاً يعني احنا البلد الوحيد اللي يستورد المولدات الوحيد، وهذه واحدة من النقاط اللي بصراحة حكومات متعاقبة ما سووا لنا حل لقضية الكهرباء. لذلك نشوف هم سوق متراهل منتهي بسبب الدولار، وهم طاقة كهربائية ماكو، وهم مصانع ما عندنا، وأصبحنا بلد مستورد على المولدات. يعني بلد بال 2023 وما بي كهرباء، هذه واحدة من الأمور اللي بصراحة أنا أعتبرها مخجلة. يعني بصراحة وزير كهرباء مثلا شلون يستأزر الوزارة إذا ما بيها هي أصلا الطاقة الكهربائية؟ هذا على سبيل المثال يعني. وهذا دعك عن الأمور الثانوية اللي تمر بيها البلاد. السلام عليكم. قواكم الله حبيبي. شلونك حبيبي؟ اغاتي اخبار اغاتي انا سلم عاركون لا والله قاعد نشتري لحم وترتيبات بخير ان شاء الله. الله يسلمك. الله يديك فداك. الله يديمك يا طيب. احنا اليوم يومكم على راسي ديالة. هلا بكم والله، بيوتنا مفتوحه لكم على راسي. جزاكم الله بخدمتكم. الله يديمك. الله يسلمك. شلون المنطقه؟ شلون والله زينه، بس يعني الخدمات مو هالقد. هي خدماتها من زمان يعني مو شغله جديده. ايه كهرباء شلعت قلبنا والخدمات مو شيء، بس كناس يعني زين الحمد لله يعني مرتب محافظ على شلون العدل عشائريه والمواصل. تعال من غير مكان او محافظه وقول يعني ذول الزوار هسه قاعد يجون من غير محافظات، يعني نشلب بهم وتشلب ما نخليهم يطلعون. اي والله العظيم مشهوده والله. لا مشهوده. الله يسلمك. الله يديمك ويحفظك. سوق الرئيسي هذا؟ ايه الرئيسي، واكو سوق الرياض جوا ذاك يصير. سوق الرياض يمكن ملابس وهالتفاصيل. لا همين يعني مخضر اكثر شيء يعني يعني المنطقه كلها تجي تشتري منك. جسر ديالى هنا لا، يعني اللي بيتهم سلمان باك الورديه يجي بوجهه يسوق منها يطلع بوجه البيت. بالورديه؟ انا بالورديه بيتنا. ايه شلون اوضحها بالله؟ الورديه زينه هم بس هم خدمات ما قبل 3 سنوات أو 4. الوردية المدائن سلمان باك. ايه الوردية زينة، كانت بيها الأوضاع مو زينة بال 2007. طيب ايه فالعالم عبالهم لحد الآن يعني سمعتها مو هالقد يعني طائفية بيها، بس هسه قلب على قلب سنة وشيعة يعني ماكو كلش. يعني احنا انا هسه من ابناء العامة نص بنص الشيعة قاعد،
يعني ونطبخ لما ايه نطبخ للامام الحسين وهاي يعني عليه السلام. ان شاء الله بيكم البركه. الله يسلمك. انت اليوم يمنا والله العظيم غداكم يمنا والله العظيم حبيب قلبي على راسك. انت كاتبين له قائمه وجيت تسوق بعد هاي الحكومه تعال تقول لي جيب لي تجلس هاي ضربه الله يحفظهم ان شاء الله. الله يسلمك والله يعطيهم الصحه والعافيه. فدوى لقلبك اكثر من امثالك فدوى لقلبك والله يديمك دايم. شلون عاد الاسعار هنا جماعه؟ والله زينين كل الزين. انا جماعة دام دائما اجيهم بس هم كل اسعار كلها اسعارها زين هنا بجسر ديالي يعني رخيصين. اي وهم الطابع يعني الزبون اذا معميل بعد هو حتى يناسب اكثر يكون موفقين. طيب على راسي على راسي ممتن. داريته بالسعر خوي لو طبعا طبعا ابو اساور هذا علم سعدنا غيره عم يحفظك يا الغالي. هم البضاعة صعدت عليك؟ والله اكو تصعد واكو نزول حسب هي التجار مالتنا. رقابه ماكو كالتجار ماكو مراقبه. اي ماكو مراقبه يصعد بكيفه وينزل بكيفه. اي بس انتم مراوسين طبعا احنا ناخذ شيء قليل طبعا ابو ساور غشك يا سلامي الله يحفظكم شوفكم بخير ان شاء الله. يا ورده ورده حبيبي هذه يعني احنا من نسولف عن قضيه تتعلق بقضية التعامل الناس اليوم. الزبون من يكون اكو تعامل مع زبائنا اكيد يخلق لهم فرصة من العمل ويخلق لهم فرصة ايضا من ابتسامة دائمة. شلون حياتك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. ان شاء الله زين. والله الحمد لله. من اكو مبتسم؟ احسن. شلونك يا حبيبي؟ الله يخليك. شو اخبارك؟ والله بخير. شنو ترق السوق لا او الكبابي شو شلونك زين؟ والله الحمد لله نعافيك. الله يعافيك. خلوه يضحك تزيدوا منه. خذ راحتك. ورده شباب المنطقه احنا دائما ما نكون بهذه المناطق الشعبيه اللي مهمه نعتبرها بصراحه. السلام عليكم حبيبي. وبالتالي هو واقع حال يعني اذا اردنا نسولف عن واقع حال الناس فطبيعي معروف يعني ما ممكن انه يعني يكون غريب ويكون غريب على مواطنينا الاحبه لان سوق واحد يعرف الثاني ويا حد يعرف شغل الثاني لانه بصراحه هم تعاملهم مستمر وتعامل زبائنهم بشكل او باخر. جاي اشوف السوق مهجور. السلام عليكم. شلونك حب؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلون امورك؟ تمام الحمد لله. مدد شو نسوي؟ شلونك؟ قدام عينك الحمد لله تمام. عجب. هاي حال السوق شو نسوي؟ انا افتر بالسوق. هاي والله انتهى السوق. ليش؟ ماكو. شنو اللي ماكو؟ يعني هسه غيرك يعني البضاعة موجودة والناس موجودة. فلوس ماكو. فلوس ماكو. شو نسوي؟ خافت لا وينك؟ هو مو سوق الجسد دياله غالي مال غالي. لا وينك هسه؟ هسه الناس هسه هسه شوف الرياض. شوف الرياض هسه متى تروح بيه؟ العالم تروح بيه. بس هم يقولون ماكو شيء يعني هي صح اكو ناس بس اختلف الوضع مو اي مو مثقف صح اي مو مثقف. ايش قد صار لك هنا بالسوق؟ احنا كنا مفتحين هنا تقريبا 10 سنوات صار لنا. اي 10 سنوات اي كانت قبل صيرفه بعدين حولناها طرشيه. شو نسوي؟ من الصيرفه؟ اي شو نسوي؟ غير تحويلها هاي كارثه. اي والله الحمد لله على كل حال. دراسة لو ممكن؟ لا جامعة جامعة مرحلة ثالثة. حلو. اي مرحلة ثالثة صيدلة. حلو ما شاء الله مستمر يعني؟ لا 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 مستمر. اي صيدلة؟ صيدلة الحمد لله. لا دوم بأوروك. موفقين رحم الله والديك رحم الله. شلون القصد وياك؟ والله انا طلعت معدل 96 بس ادفع نص المبلغ. جيد. اي ثلاثة ونص ادفع. حلو موفق ان شاء الله رحم الله والديك. اتفق الجميع. حلمك هو لو والله هو اي حلمي. اي حلمي صيدلي اروح. اي والله انت الله بالناس. لا لا وينك وينك لا شو نسوي؟ اسعاركم؟ لا لا كل شيء رخيص موجود يعني مو تقول نضرب الغالي عالي. ان شاء الله موفقين رحم الله والديك. يعني نصير صيدلي ان شاء الله وتفتح الصيدليه ان شاء الله. وشوفوا المرضى لا لا عشون اهلك وناس. لا طبعا طبعا اهم شيء بالناس طبعا عشون.
هواي شباب عندنا هسه موفق بين عمله ودراسته. اي لازم. هذه شوفها صعبه يعني، مو سهله، مو اي واحد يقدر. هي ما صعبه صعبه. اي انا اقول لك اي، بس هسه شنو، انا عندي هسه عطله مرات الزمن هنا والدي. عاد انا ابدا ادرس اتراوح وياه بينه وبين اي شو اسوي يعني، يعني مرات هو بالدوام مثلا، انا هسه عندي عطله. كون بمكانه. كون بمكانه، لما انا اداوم هو يجيب مكاني. سلمنا على الوالد. الله يسلمك. الله يسلمك. لا تترك الدراسة. لا شلون اتركه؟ لا وصلت. لا طبعا وصلت. ما بقى لي شيء. رحم الله والديك. رحم الله والديك. اتفق. 96 ها؟ توك تزوجت؟ اي تزوجت. لا هاي لو دعاية يعني. لا 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 صحيح صدق. ان شاء الله زواج مبارك. رحم الله والديك. رحم الله والديك. ان شاء الله الحياة السعيدة. اشكرك. يبارك فيك. رحم الله والديك. اقول مبتسم اول ما اجي. لا وين؟ دخل لك سيرة زنتين. لا بعد والله بعد مهم طالب ما سادش بعد. نعم الحمد لله والله ورده. تحياتي السلام وسلمنا على الوالد. يا حبيبي السلام عليكم. شلونك حبيبي عمي؟ شو اخبارك الحبيب البطل؟ شلونك ساعد اخوك؟ السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلونك عمي؟ هناك روح هناك. الله يخبرك عمي. لا اذا مو لي جيناك انت بعد كبير. الحمد لله. شبارك. الموضوع ماشي ان شاء الله زين. والله احنا موضوعنا وياكم اليوم ان شاء الله جسر دياله، واحده من مناطقنا الشعبيه اللي محافظه على عرفها العشائري والمواصل، بعده الاوليات بعده. بعدين بيهن الاوليات موجودين يعني زي. الحمد لله وشكرا. ما اختلفت يعني كثيرا بعد الاحداث؟ يعني شبه يعني قلت يعني، مو مثل قبل يعني احترام للكبير او التقدير. الشباب تعرف هالايام يعني وضعيتهم مو نفس القبل، يحترم اختلفت. اكو اختلاف جيل اختلف، وضعيتهم اختلفت، بواسطة الموبايل وتعلم والشغلات هاي اي اختلفت هواي شغلات. قديم بالمنطقة؟ اي ولادتي تقريبا هنا. اي المنطقة هم صارت بها تحولات بعد الاحداث 2003، مرت بظروف وصعوبة وموضوع خدمات هم اثر على الناس. إيه تغيرت يعني، صار وضعية تعبانة هنا يعني، صارت مشاكل وصارت، بس الحمد لله والشكر هسه رجعت وخير وبركة إن شاء الله. الحمد لله موفقين إن شاء الله. بارك الله بيك. الله يخليك. صاحب المحل؟ لا ابن. اليوم عندك جو؟ لا ابني الله يخليه إن شاء الله. طول عمرك. فضلك إياك. بارك الله. ابن ابنك؟ ابن ابني ما شاء الله. شلون الجد؟ شلون الجد وياك؟ زين زين. لا سولف لنا قضية الفليسات المالات. داريك ولا؟ لا مداريني. يوم يعطيني 3000 مرة 5 ما مقصر وياي. خوش. بس لو يستمر على 5000 مو سوق ماكو. شغل ماكو مو هو. يحسب له السوق؟ اي. انت هنا شلون شغلك؟ مدرسة لو؟ اشتغل بالمدرسة وبالعطلة هنا اجي اعين ابوي. داوم يعني بالمدرسة؟ وبالعطلة داوم؟ بالعطلة. ايه زين. بالدراسه شلونك؟ زين والله. زين؟ اي زين. كم واحد وياك بالصف؟ هواي انا وياي تقريبا 30 من هيك صف. ايه مدرسه اهليه لو حكوميه؟ حكومه. اكو عندكم مدارس هنا يعني هاي الكرفانات لو ما عندكم؟ لا ماكو كرفانات ابدا. ماكو بس ايه صفوف كرفانات؟ ايه موجوده يعني. لا مو كرفانات هيك صفوف. انا اتذكر انه بال على على الشط. على الشط هذيك هناك على اي مو هنا مو جسر يعني بعد الحد الان. بعد الحد هناك يعني 7 نيسان ما ادري يسموها ما ادري منطقه هناك موجوده هاي الرفوف ما شنو يسموها. بس هنا جسر دياله كرفانات. هنا جسر دياله كله بناء يعني قديم 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 واكو واحده حدثوها من سوى جديد. بس عندهم رحلات ما رحلات تعبانه. اللي يحس بها هو الطالب. هو الطالب من كنا بالمدارس راجع للطالب هم نراجع له ونشوف بعيننا يعني شبه زين يعني. الاهليات دخل لكم؟ والله يعني الناس ما عندهم امكانيه يعني يدفع له مليون او مليون و200 المناطق ما عندها يعني صعبه يعني. كل عايشه على التقاعد، عايشه على الرعايه، عايشه على العمال، عايشه يعني اي تمشيت الحال. بين جدا ممتنع. ممنون. بارك ممنون. بارك الله بيك. الله يبارك. احنا هم ناجدك هسه. اي قول. تستمر على 5000؟ لا وين. هو تقاعد 500. الله يحفظك. بارك الله بيك. لا جايتكم زياده ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسمع من حقك. زياده صارت 3 سنوات. دام احنا ما
ثلاث سنوات يقولون راح تجيكم الزيادة؟ ما أعرف وعد، الله أعلم، ما أعرف بها إن شاء الله أكو زيادة. هي 500 وجوا يأخذون 3000 جماعة 30 بالتصنيع العسكري. موفقين إن شاء الله. بارك الله فيك. حياتي وسلامي، أشوفكم إن شاء الله بخير. زاقروس واحد من الناس، أشوفكم بخير. هسه مصطفى راح يعطيك التفاصيل. طبعا شوفوا احنا من خلال حديثنا ترى عده قضايا نقدر نسولف فيها، لكن قضيه مثلا اللي نلاحظه خصوصا في هذه الفتره انه قضيه المتقاعدين ال 500 وال 400 وال 600 الف ذن الان بصراحه ما يمشين شغل. ما السلام عليكم عمي، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك عمي؟ قواك الله، شلون صحتك؟ شلون امورك؟ الله يسلمك ان شاء الله زين. حياك الله. عجب، شو لا بنكه لا مبرد؟ والله طافي السحب. طافي والله، سحب وطافي. الله يكون بالعون. اي أيوة والله. اذا تطفى السحب، اذا تطفى المولد يعني عندك الوطنيه ماكو؟ ماكو والله، قليله تجي. زين، وشلون تقضيها بالحر هاي شوي عليك؟ والله شو تسوي؟ ماكو. اي أيوة والله هاي نهفي 2023. الحمد لله عليك. هاي نهفي الحمد لله. الله يخليك ويسلمك. قديم عم بالمنطقه هنا؟ اي نعم نعم قديم. شلون كان السوق قبل؟ يعني بشكل يعني تصميمه يختلف لو هو سوق هذا جديد يعني؟ لا هو نفس التصميم. اي صار له هاي 40 سنه هو نفس التصميم. يعني ما اختلف؟ لا ماكو. نفس المحلات؟ اي نفس المحلات، نفس الشيء، ماكو اختلاف فيه. كثرة البضاعة بالسوق والزبون ما يشتري، يعني اكو مفارقة؟ اي نعم، لانه هو من صعد الدولار لحد الان السوق فاتر، ماكو سوق، يعني سوق كلش قليل يعني هيك. تمشيت حال؟ تمشيت حال نعم. سوقك شهري اسبوعي؟ لا والله شهري. صار شهري؟ اي والله شهري. قبل مسواقك اسبوعي؟ قبل اسبوع مثلا تروح تتسوق خير نظر تبيع، بس هسه لا والله كل شيء ماكو، قاعدين وعلى رحمه الله. الله يكون متقاعد؟ لا والله. اي والله خدمه بالدوله؟ والله عندي خدمه بس ما كل شيء ماكو، بس خدمه هاي كل شيء ما حصل. اي والله الله يكون بالعون. ويا مكثرهم مثل حالتك. اي والله كل شيء ماكو الحمد لله. الحمد لله. دوامكم هنا بالسوق والله ينتهي؟ والله ساعة يفتح ويعزل. والله يفتح يعني بالسبعة هيك، سبعة ثمانية يفتحون وينتهي بالستة بالسبعة. ها كل الوقت ما بي يعني ما بي فترة حركة عصرية مثلا حتى الصبحية؟ حتى لو فترة، بس الناس ما تشتري، لأن تدري ما عنده فلوس العالم، ما تشتري، قليل يشتري. الناس انتشت على الغذائية، لأن الشغلة مال الغذائية كلها غالية، الصحين ماكو، حصة ماكو، كلها غالية، الناس تجت على الحصة. وبعدين تهم شغلة مو أساسية، يعني الشغلات اللي تبيعها مو مثل الغذائية، مثلا أبو الغذائية يروح يسوق غذائية. نعم نعم، احنا ملابس ما هيك. الله يكون بالعون. ألف هلا، حياك، تحياتي وسلام. مرحبا، يعطيك الصحة والعافية. بارك الله فيك. الله إن شاء الله رزقكم حلال. الله يسلمك حبيبي عمي. الله يبارك فيك. السلام عليكم عمي، شلونك حبيبي؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ اهلا وسهلا. اذكرك شلونك؟ شلون صحتك؟ صحتك. حكينا على معاناة المنطقة. ما كل شيء ما ممكن يصير يعني، ما اعتقد يا اخي. مال المنطقة بعد 5 سنين 10 سنين من وراء هاي الدمار مال الامريكان، ضربوا الطاقة الذرية كلها، شلون واحد من العالم بيها سرطان بالحنجرة هنا؟ بس ما جاي يسوون حل. منطقة وضعية المنطقة جاية جدا. عندكم هسه التشوهات الخلقية اللي صارت؟ اي التشوهات الخلقية، انا واحد من العالم عندي ابن مني تشوه بعينه، تشوه والله العظيم. يعني هاي بالمراجعة؟ وقتها اجت وبقت السومرية هنا بالمكتبة، التقينا بها، نفس ما سووا حل. بس المنطقة وضاحها. يا باب نطرق عنه. والله طرقنا كل الابواب هاني. وين شو نسوي؟ هاي بس الله لنا. مو بس الله؟ اي والله. ونعم بالله. نعم الله. بس الله هم الطانع. نعم. سمكة التغيير جاي هذا، مو بلكة الله. بلكة الله. بس احنا كمنطقة نحكي لك وضعية المنطقة، تبليط مجاري، يعني قيم مقامه امانة الله يشتغل بالمنطقة. جيد جدا. هي امانة الله واحد، هاي شهادة لله. قيم مقام، مدير بلدية، ناحية، مدير بلدية، يعني يشتغلون، لا تعريف. يشتغلون جدا. بس مالته هاي الامراض السرطان اللي حد الان ما تقل، يعني هاي مال
الامريكان ضربوا الطاقه هاي شاكله، والعالم اللي اخذت هاي البراميل فردتها صار بعد شو تسوي؟ كارثه. اي والله هاي خاصه جسر ديالى النهروان المداين حتى الزعفران. شنو اللي صار؟ سرطان بالحنجره. مع العلاج شلون وصف؟ لا عندك فلوس تعالج هنا بالمستشفيات ماكو علاج. ما مخصصت لك الدولة أي راتب أي خدمة؟ أنا متقاعد كنت بشركة السلام على وزارة الاتصالات. إي طلعونا تقاعد، حالونا على لجنة طبية بال 55 حالتنا على التقاعد. والله هو 500,000 راتب. الله يكون بالعون. الله يخليك، أشكرك وأشكر قناتكم. يعني هسه انت مو سولف لي، انا حاس بحجم الالم. اقول لك انا واحد من الاف، هنا من الاف، انا واحد يجوز اهون من غيري. اكو عالم ماتت، اي الحمد لله عالم ماتت، الله وكيلك ما حد بحاله. ما حد بحاله. اطفال والله. اطفال ونسوان خاصة السرطان. النسوان اكثر شيء صدرهن. كله بالصدر يطلع. والاطفال لا حدث بلا حرج، الله وكيلك واحد بعينه طلع. سرطان ومات ما طول خطير. الحمد لله وشكر، نشكركم نشكر القناة معكم. حبيبي عمو انا جدا صوتنا والله كريم. اشكرك. والله انا صوتي وياكم ويا اهلنا وناسنا وما راح اسكت ابدا والله. الله والديك. هذا اللي يتحمله بصراحة خلي احكيها، اللي ما عنده غيرة وشرف على بلده والله هذا غير مرحب به. نقول الله يهديهم. الله يهديهم مع الصالح، نقول الله يهديهم بالكذا يلتفتون هذا الشعب التعبان. يعني تعبان كلش. جزاك الله خير حبيبي. ما عنده غير العافيه حبيبي عمي. جزاك الله خير يا حبيبي عمي. والله حالات انه تألمنا، يعني اصابه بمرض السرطان ويسولف، ويعني هذا تخيلوا بغير دول، يعني شنو الموقف المؤسسات الحكوميه عنا، وين المؤسسه الصحيه؟ يعني احنا مرات والله الحكي مو كل شيء نحكي، نخجل يعني نخجل امام هذه المناشدات اللي توصلنا. انا عارف انه الدوله تسمع والمؤسسات تسمع ووزرائنا يسمعون ويشوفون ويحسون بالمعاناه، بس ما عندهم الرغبه بتقديم الخدمه. لو كانت فعلا ابو الصحه على سبيل المثال من يسمع هالكلام هذا من شخص مصاب بالسرطان ويتحدث وطالع للشغل يعني ما يتألم، دول العالم تدخل انذار من تسمع واحد عنده هذا المرض اللعين اللي بس الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر على الشفاء، وان شاء الله يشافي كل مرضانا بحق محمد وآل محمد. عموما هذه يعني هذه مناشدات والله انا احسها تكسر القلب، لانه بصراحه جزء من المسؤولية اللي تقع على عاتق كل المؤسسات انه تقديم الخدمة لمواطنينا. السلام عليكم، شلونكم حبيبي؟ قواكم الله، شو اخباركم؟ ان شاء الله خير. قواكم الله، سلمك يا روحي. الله يديمك حفظك. كهرباء شنو؟ ها والله بولد هم عطلان اليوم عندنا. اي بالله الحمد لله. حرارة؟ لا نعمة من الله، كل شيء يجي من الله نعمة. شلونكم؟ الحمد لله. شلون السوق وياكم؟ والله نعمة من الله، بس مو ذاك الحركة يعني. انا بدي اشوفه ماكو ابدا، يعني كل واحد واقف قبال بابه. ماكو ذيك الحركة. اي ماكو ذيك الحركة والحمد لله على كل حال. حتى الصبحية نفس الشيء. وش؟ نفس الشيء. زين العصرية كل العصرية تصير شوية حركة، بس مو ذيك الحركة. اي والله تعودتوا عليها. اي الحمد لله، وين تروح هي هاي مصالحنا يعني. الحمد لله ان شاء الله رزق موجود. الحمد لله، شيء يجي من الله نعمه من الله. على كل حال الحمد لله. بضاعتنا صارت كلها صيني تركي مو الان موجود؟ هو اكثر البضائع الصيني وبالاضافه للتركي. امكانيه الناس ماديا انت تماس وياهم؟ اي تعبانه. اي ماكو القدره الشرائيه كلها ضعيفه. انت سويت وياي ذيك المره لقاء تذكر مال كورونا جرحك؟ لا هنا بهذا المحل. انا ما اتذكر. اي لا انا اتذكر.
جرحت اتذكر اتذكر بمحل هذا مال المحل البان لا جت اللي ناطب وجهه سويت لقاء وياي جرحت نتش يسلمك يا روحي سعيد جدا الله يحفظك فدوى لعينك احنا نتمنى كل ما نجي نلتقي الله يحفظك يا قلبي يسلمك يا روحي الله فدوى لعينك رحم الله والديك سلم لنا يا طيب حبيب عمي سلم لنا الله يديمك حبيبي ورده شلونك دايم لا حبيبي ما تشاء احنا نتذكر جينا لهذا المكان طبعا انا والزميل علي شوفوا احنا الناس اللي ملتقينها قبل حتى وان كان قبل سنتين او سنه الغايه من تواجدنا احنا ما قطعنا يعني احنا ما مستمرين بمشوارنا يوميا ومع ناسنا واللي نقدر عليه حتى ما نحكي للعلن اللي نقدر عليه ما نقصر به وبالتالي هذه كلها تصب بمصلحه مواطنينا الاحبه اللي هي امنياتنا انه نقدم لهم كل ما نستطيع انه نقدمه بصراحه اهلنا وناسنا ومضايعه بوجوههم نهائيا السلام عليكم حبيبي شلونك الطيب شو اخبارك الله يديمك يا حبيبي القضيه تتعلق بقضيه عمل خلينا نشوف شباب السلام عليكم عمي شلونك حجينا شو اخبارك الله يسلمك قواك الله جزاك الله خير شلون عافيتك الله يسلمك خير ما تعبان والله ماكو واحد هسه بالشعب ما تعبان ولكن نقول الحمد لله كل الحال الحمد لله على كل حال من جانب الزبائن من جانب جمله ما احنا ما نبيع جمله نبيع مفرد زين اما بالنسبه للشغل الشغل واقف من صار محرم واللي جاي والله لانه تعرف محرم ما بي لا زواجات ولا اعراس ولا فرد شيء ولا اي فاحنا تعرف بالنسبه لشغله الكماليات شغلتنا على المناسبات. صحيح. اي مناسبات هسه بمحرم ماكو يعني بس شنو راح تجيك مال المشايه هذا يعتبر هم موسم. مال المشايه شنو نبيع بيها؟ بس نعل. بس نصرف انا اقول لك نعل هذول يروحون يمشون للامام عليه السلام فنصرف عليهم بس نعل وما نعل وحتى بعض الاحيان ننطيهم اياه هيجي. اللي ما عنده اكثر الاحيان يجون ما يريد يروح زياره بس ما عنده يعني يقول والله ارد اطلع هيجي ننطيهم اياه هيجي في سبيل الله اي هاي وحده فسالتني على شغلنا محرم شغل ضعيف لانه ماكو شغل تعرف مناسبات ماكو بس نتامل بالزياره مو تروح العالم للزياره يصير خير يعني يصير يصير خير ان شاء الله رزق عمي موجود لا رزق هسه كل واحد ياكل رزق بس كحركه بس كعموم العمل من بدت كورونا من 18 لحد الان وقف العمل لانه اها لا مو ما لها علاقه الدولار والله مو لها علاقه والله الكورونا هي شويه ادت السوق العالم هذا اي اضافه الى انه مثل ما تفضلت هاي العامل الورق زياده الورق اي طبعا ادت السوق لانه انا هاي الحاجه مثلا كنت ابيع مثل على سبيل المثال هذا الحذاء كنا نشتريه هذا زين هذا صيني زين هذا كان بالله بيش هسه تبي ايش تبيعه؟ 45 دولار يكسر علينا ب 5000 قبل اها 45 دولار الكارتون ب 50 دولار الكارتونه اي هسه ال 50 دولار يعني يكسر بخمسه صح 5000 بس هسه ال 50 دولار يكسر بسبعه ونص وين المواطن يشتريه ب 6000 وين يشتري هسه ب 12000 طبعا طبعا حتى الرزق بيها اي طبعا قل مو انت بدل ما تبيع بسبعه ممكن تبيع 10 حذيان يوميا صح لكن اذا بعته ب 12 اثنين لك اثنين جزء تبيع لك واحد وجزء واحد وجزء ماكو اي بس اشكرك جزاك الله خير لا بالعكس محلك عمري جزاك الله خير احنا ما ضيفناكم دخلنا بكم ماي ان شاء الله والله العظيم جزاكم الله خير بارك الله فيك ان شاء الله تحياتي سلام لك عمي حبيبي شوف كل يا محل ندخله يقول والله حركة السوق يعني متراجعة وطبعا هذا واقع السلام عليكم حبيبي مو بس بجسر ديالة أو بسوقها لا نتحدث بشكل عام كل الأسواق الرئيسة أو كل الأسواق الحيوية تراجع وضعها لعدة أسباب وهذا السبب الرئيسي الأول اللي صاحب المحل يعتبره الله يساعدهم شباب اللي يعتبره هو قضية الدولار يعني أول قضية يسولف فيها يسولف عن دولار لأنه كان بكذا سعر يقسم عليه بتفاصيل
يطلع الكارتون عليه بكذا مبلغ، وبالتالي يكون يعني ربحه محدود يعني. هذا اذا تحدثنا عن الارباح. السلام عليكم. بالتالي انه ناهيك عن قضيه الكهرباء وقضيه السحب، وهل تشوفون اجت راحت يعني الكهرباء، وهذا هم يعرقل عمل الاخوه اصحاب المحال. السلام عليكم. الله يساعدهم حبيبي. خبطة زينة لو الظاهر خبطة زينة. شلونكم حبيبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. انتم ما تعطونا الخبطة هاي والله منتهين. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. ان شاء الله زين. نعم الحمد لله. امورك؟ رحم الله والديك. شلون سوق جسر ديالي؟ والله السوق هذا شوف هسه مواد غذائية. احنا من نسولف مواد غذائية يقول لك هي الاكثر ناس تشتري. صحيح صحيح. هو يعني بس وايد يعني جميلة. السوق واقف، عموم العراق السوق واقف كله بسبب الميزانيه، بسبب الاوضاع هاي اللي جاي مر بها البلد. تاثر؟ اي طبعا كله تاثر. صح والله والحمد لله. شغله السياسه بتظاهره وقفه هي بعد اعرف هي حاليا هي بس جهه حق جهه باطل، والعالم المفروض الشعب كله يطلع. انا مو ظل انت قاعد على حساب هاي السياسيه تفوق. الوضع تعبان والحمد لله بعد. الحمد لله والله نتأمل. الحمد لله اي والله نتأمل. كنا محتاجين والله بوجود هذا القائد الشجاع مقتدى الصدر. ان شاء الله كله مو واحد. اتمنى للشعب العراقي كله يطلع. اتمنى ثورة تستمر ان شاء الله. ان شاء الله انتهى مموله 72 ساعة. ان شاء الله خير. قديم لو جديد بالمنطقة بالسوق؟ لا والله قديم يعني من زمان، انا من الطفولة هنا. ها اي والله. استمرت على نفس الشغل لو غيرت المحل؟ لا غيرته والله. ها شلون قبل؟ عامل هنا همين. اي والله الله يعطيك الصحه والعافيه. نعم الله والديك وفقك. الله يخليك. الله يخليك. مبين ابو المحل اخوي همين. لا هم عامل والله. احنا كنا عمال هنا والله. ان شاء الله بيكون البركه والله. الحمد لله خير. الحمد لله الحمد لله. اي والله جزاكم الله يرحم الله حلال. الله يخليك يا ابو. الله يخليك يا طيب. انت خوب فلتت من حبيبي انت. الصوره اللي بصراحه اللي تشوفونها دائما ما تظهر للناس بهذا الشكل، الغايه يعني قلتها بدايه الحلقه، الغايه انه هذه نقل واقع الناس. هذا جدا مهم. يعني انت واحد من اهم الامور انه تكون قريب من الناس، وواحد من الامور المهمه انه تقدر بصوره او غير بصوره مباشره او غير مباشره نقل واقع الناس بشكل او باخر. السلام عليكم. شلونكم حبيبي؟ تشترون تعاملون؟ انا اشتري. شلونك؟ شيخ اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. ان شاء الله زين. زين الحمد لله. شلون اسوي؟ والله بخير. زين الحمد لله. زين. اسعارهم شلون؟ لا اسعارهم مناسبه. والله زين السوق. تخفيضات لهم. شلون العد؟ والله يستاهلين رمضان. الحمد لله. والله ودي. صاحب المحل وين؟ صاحب المحل ما تو طلع حج. والله. يمكن شافنا. اي يمكن اي طفر. انت. هذا يمكن واحد من اهم الاسواق اللي موجود هنا. سوقين. سوق جوه، سوق الرياض، سوق الجسر. زين. سوق الجسر هو الاهم او الاقدم؟ سوق الجسر اي اقدم. اي سوق الرياض. السوق اي اقدم من زمان والله. بس هناك حركه اقوى منها. شنو السبب اللي ذاك ارخص؟ ذاك والله ارخص. اي ونسوان هناك اكثر. والله ذاك للنسائي اكثر. اي ذاك للنساء. اي خضروات وهالسوالف. انت احنا صرنا من نشتري هواي. لا ما نشتري. معكو عمي وينكو؟ تقشف عمي معكو. والله فلوس ماكو، دوله ماكو. صح. اي تشتغل لو قاعد؟ والله كاسب عماله. والله شلون شغله؟ والله زين الحمد لله. بالجسر لو لا وين ما كان عماله. اي عماله وين ما كان. هم صارت واسطات؟ اي شلون لعب؟ والله يعشقوا. اي ما دو اي والله. لا هو خلفه. والله انا خلفه. والله هو انا خلفه. ما شنو؟ مال بناء. اي جي. اي خلفه مال بناء. مشي حال. لا مشي حال الحمد لله. الحمد لله. اي بس تعب وحاره وشوف الجو. اي الله يكون بالعون. الله وديك. ربي رزق الحلال صعب. اي لا الحمد لله. لا الحمد لله. ربي يحفظك. يا حبيبي انت تحياتي وسلام لك. ورده. يا بدارو بالسعر ترى عامل. الاخ عامل ها؟ شلونك يا حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلون الامور؟ ابد لا تصور تخجل. اخذ راحتك حبيبي. اخذ راحتك يا طيب. الله يديمك.
الحركه التجاريه يعني والله انا اشوفها يعني شبه متوقفه نهائيا يعني، وهذا يعني يدل على انه السوق بهذا الشكل يعني تعبان بصراحه. حتى وان كانت السلام عليكم حجينا، شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ هلا بالولد، هلا ان شاء الله زين. هلا بالولد، هو ما تعبان؟ والله طبعا تعبان. الله يكون الله يكون. حار اليوم؟ حار يا زلمه. شلونك؟ نستحمد ونشكره الحمد لله على كل حال. احنا اليوم بالجسر، بجسر ديار. ايه زين، هم منطقه شعبيه ومهمه. اي نعم، وهم تعتبر مدخل لبغداد. نعم زين، شنو اللي صار بيها جديد؟ شنو اللي انبنى بيها؟ شنو اللي تعمر بيها؟ تبليط مالها، شوارعها كلها بلطها. ايه بيوت قيم مقام. زين حلو، اذا يشتغل الرجل، الرجل جزاه الله خير. يشتغل الرجال، وانا عندي فكره عليه، هو القيم مقام الوحيد بالداخليه، ولا الوحيد اللي يقابل المواطنين ويحل مشاكل الناس. جيد، وتقدر تروح تشوف، تتوجه له وتشوفه. لا احنا الزين ينذكر. لا لا، الوحيد اللي على مستوى العراق، اقول لك على مستوى العراق، يقابل الناس ويحل مشاكل الناس يوميا. هاي عنده مواجهات يوم الاثنين ويوم الاربعاء. خوش. نعم، وماشي يستقبله، وما يطلع من الدوام الثلاثة الأربعة إلا يفض آخر مواطن لا يطلع. جي. ها، بدون الميل هذا والهذا ما عنده. جزاه الله خير. إذا أخوه استوش فيه استوش على أخوه ياخذ الحين. جزاه الله خير. نعم. زين، السوق الرئيسي هو هذا السوق الرئيسي يعتبر، لو سوق الرياض الرئيسي. لأن هذا السوق ذاك سوق. زين يعني الأقدم منه الأقدم. الأقدم ذاك. سوق الرياض أقدم. هذا كان بس محلات ابوه. اي هسه صارت هاي البسطيات، بس سوق الرياض هم كان موجود قديم. ذاك يبي حركه اكثر. اي نعم، بي حركه اكثر. اي نعم، بس يا ترى نفس التعامل، نفس البيع، نفس المشترى؟ نفس التعامل. لا، الناس طيبين، اهلها طيبين كلهم الحمد لله عليك. لا طيبين. شو انت طيب؟ والنعم هيا قناه. احنا زاغروس، واحد من الناس، احنا يوميه جولاتنا بشوارعنا في بغداد. والنعم. خليك ويسلم. عندك معاملة؟ لا والله انا مختار. ها، مختار المنطقة؟ مختار مو المنطقة، انا مختار بالفلكة. زين. هسه المختارية هم كانت عندكم مشاكل ويا الحراس، يمكن حراس اي انحلت لو ما انحلت؟ لا انحلت وراحت. استلموا رواتب؟ اي استلموا. اي جي. اي الحمد لله والشكر. لا الحمد لله. جزاك الله خير عمي. لا انا اشكركم. لا بالعكس. ما تقدم يمي؟ دايم. اي والله. دايم. جزاك الله. انا بس انقل صيغة. القيم مقام الوحيد اللي جاي عنده فكره بالسنين والاربعاء واستقباله وحل مشاكل الناس. سلمنا عليه وجزاكم الله خير. يوصل والله. تحياتي وسلام. متى تقدم يمي؟ دايم عمي. ما قدكم مونا قوي. الحبيب جزاك الله خير. وترى ان شاء الله نجيكم وهم جاي ثاني. وانا من بيت السلطان مجبور. والله والنعم. كيف اغديكم؟ انا حاضر. دايم. لا احنا بس سلمنا وان شاء الله بيكم البركه تقدم. انتوا زوروه شوفوا. نزوره في يوم من الايام والله. اي نعم. تحياتي وسلام. انا الله يخليك ويسلمك. ابلغ تحياتي لكم واتمنى من الله ان يستر عليكم. يا ربي يحفظك. تحياتي عمو. الله يخليك ويسلمك يا حبيبي. المختاريه اتذكر في يوم من الايام كانت لهم تظاهره، والاخوه ايضا الحراس، حراس على مستوى العراق طبعا، حراس الاسواق، حراس المناطق، بالتالي كانت فيها يوم من الايام الاخوه تظاهروا لحل ازمتهم. هذا الشيء بصراحة احنا الآن بهذه الحلقة وبهذه الجولة نقدر نسميها، أولا خلينا نتحدث بما يعني يتقبل العقل أولا والمنطق. من ينذكر رجل مسؤول على منطقة أو على محلة أو على قضاء، الغرض من ينذكر بخير لأنه قدم، وإذا ينذكر بخير نستقبله، وينذكر بشر هم نستقبله، لكن نذب اللوم عليه، لأنه كل مسؤول إذا ما يدير مسؤولياته بشكل صحيح مع ناسه فطبيعي هذا يكون بها ردة فعل. والمواطن اليوم، مواطننا بصراحة أصبح ما يثق، قلة الثقة عنده، ما يثق بالمسؤول، لأن المسؤول وصل إلى هذه النتائج اللي إحنا اليوم ندفع ثمنها بصراحة.
يدفع ثمنها ابو المحل، ويدفع ثمنها صاحب البسطيه، ويدفع ثمنها ابو العربانه، ويدفع ثمنها الطفل اللي يدفع عربانه ويبيع علاليق. وبهذه الصوره اذا تبقى وتستمر بهذا الشكل صدقوني ما راح ينبني البلد، صدقوني ما راح ينبني البلد، لانه البلد يحتاج الى رجال ويحتاج الى ناس اكفاء عندهم المعلومه وعندهم الدراسه وعندهم الغايه وعندهم الضمير اللي هو وعندهم صدق النيه لتقديم الخدمه. ما ممكن واحد يجيبه من بيت قاعد على كرسي تقول له قدم لي خدمات، لا ما ممكن يعني. لكن الاهتمام والنيه لتقديم الخدمه هو هذا اللاعب الاساسي بالقضيه. شوف يعني انا اتجول بسوق يعني فارغ يعني بصراحه، وكانه اسواق هي المحال مهجوره، والناس اللي نشوفهم بس صاحب المحل ويلعب بالتليفون يريد يمشي حال يعني يسحق وقت لا غير. السلام عليكم، شلونكم حبيبي؟ اصحاب المحلات قاضينها على الفيس وشنو ها؟ شنو الموضوع؟ والله شو اسوي؟ هاي الحمد لله. الحمد لله والشكر. هاي نعمة. الحمد لله على كل حال. شلونك؟ والله نعمة وخير الحمد لله. شلون سوق الجسر؟ والله السوق هو هسه كله بصورة عامة شوية تعبان يعني ركود. اي والله ركود عام يعني. مو بس يعني على مستوى العراق. اي والله اي والله. الحاجة لأنه صارت دولار والدولار صار مضاعف واختلف سوقه، لو شنو القضية؟ الصعود اللي جاي شوية هو ركض السوق يعني توقع. اكو ناس تقول من كورونا، واحد يقول لا والله. احنا حركة سوقنا هنا صارت على الرواتب، يعني من يصير تسليم رواتب يوم واحد العشر يشتغل ثلاث أيام يوقف. ها ثلاث أيام؟ إي ثلاث أيام. هم مو أسبوع؟ لا لا ماكو أسبوع. والله يا شوية الإيجارات صعبة وهاي. إي والله يعني أدوب واحد. قد إيجاراتكم؟ والله انا هنا بالنسبه ل 300. اي والله 300، المحلات 500. مو سهل. ايوه والله صعب. على هيك وضع يعني صعب طلع. اكو سيوله وهاي حركه شويه زينه هاي واحد يصير سهل. اي. قديم لو جديد؟ انا لا لا هنا صار لي تقريبا 18 سنه. ما شاء الله. اي والله. اكيد معاميل و اي هو لازم هو الشغل كله على المعاميل. الحمد لله. الحمد لله. يمكن الحاجات البسيطة هي اللي أصبحت الآن تقدر تحافظ على سعرها، لأنه ما توقع منها المواطن، ما يوقع منها، ما يأخذ منها. هو هسه يعني المواطن هسه يأخذ شوية الشغلة لهم، يعني أكو مهم وكاهم، يعني أكثر شيء الغذائية، سحب على الغذائية. هاي الشغلات هاي يعني إلا واحد مطلع عليها في المرة يعني. أنا جدا ممتن. الله يسلمك. حياكم الله. أهلا وسهلا. رزقكم إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك. حياكم الله. سلام حبيبي. هذه الصور وهذه اللقطات اللي أول الكلام اللي دار وسولفنا به بالنسبة لنا محط اهتمام، وأن غاية على مدى أعوام نسولف فيها نقول يابا ترى اللي المرحلة اللي وصلنا لها ما ممكن تسلم تسلم. ما ممكن يكون بهذا الحجم كل المواطنين والمتحدث من ضمنهم يحمل المسؤولية إلى الجهات المعنية والمسؤولة، وهذا شئنا أو أبينا أنه لازم توصل هذه الرسائل، لأن رسائل مهمة. من يتأثر أبو البسطية أبو تشمبر بهذا الوضع الاقتصادي ما يتحمله، المفروض تتحمله المؤسسة الحكومية اللي تدير البلد. قضية دولار ما حلوها، قضية دولار اتفقوا عليها لأنه بصراحة بها مضرة للناس مو نفع، واتفقوا عليها ومشيتوا ومشيتوا صادقة وراحت وصارت سالفة. كل القضايا اللي جاي تصير هي بصراحة ترتكبها الدولة بحق المواطن، وهذه هي كارثة. تقبلوا ودي واحترامي أنا ومحدثكم أحمد الركاب وزملاء اللي رافقون اليوم بهذه الحلقة، الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى حسن. نشوفكم باكر بخير وسلامة. وواحد من الناس يوميا على زاغروسي في الساعة 9 الصبح لعادة الساعة 4 العصر والساعة 12 بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.